الحلم ديال كل مغربي ومغربيه هو انه يمشي للحج، ولكن الله غالب السعودي دار دي بارير ومحدد حصه لكل دوله، والكوطه ديالنا حنا كمغاربه هي 34000 حاج وحاجه في العام، بمعنى يلا 0.1% من المغاربه اللي ممكن لهم يمشيو للحج. حنا كنعرفوا اهم شعيره في الحج هي رجم الشيطان، هي رمي الجمرات، ولكن بما ان المغاربه ما يمكن يمشيو للحج بناء على هذه القيود اللي قلنا، كاينه واحد الفتوى، فتوى صحفيه طبعا ماشي فتوى دينيه، لان اصحاب الدين فرانوا قادين بحومتهم. هذه الفتوى الصحفيه شنو كتقول؟ بان المغاربه اللي ما استطاعوش يمشيو للسعوديه يؤديو مناسك الحج راه بامكانهم يقوموا بعمليه ديال شعيره الرجم هنا في المغرب، يرجموا الحكومه طبيعه الحال والبرلمان. ولما نقول رجم الحكومه والبرلمان راه ماشي تجني او اطلاق الكلام على هوايني، هذا راه التزام ديال حزب اخنوش في الانتخابات تعاقد مع الشعب المغربي. الحزب الاخنوش قال لك الحكومه والبرلمان هل التزامات ديالنا الا ما نفذناهاش ضربونا بالحجر. هانتصنتوا لسيدي شنو قال؟ مابقاش يثق الشباب، المواطن كل ما كيبقاش يثق، حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا، محسوبه، إلا ما قبضتهاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر، شكرا. إذا ها هو السي الطرب العالمي التزامات ديال الحزب ديالو والتعهد ديالو بأنه باش نحن نرجموه إلا ما نفذاش، دابا داز عام ونص تقريبا على أن الحزب الأخنوش كيتحكم في الحكومة وفي البرلمان، باش التزم؟ إلا طعنا للحكومة غادي ندخلوا يعني غنخلقوا مليون منصب شغل في خمس سنين بمعدل 250000 منصب، هاي فهاد عام ونص، فين هاد 225000 اللي تخلقات 250000 عفوا اللي تخلقات في العام؟ حنا كنعرفوا كل دار فيها قنبوله، فيها عاطل ولا عاطله. التزم الحزب الاخنوش في الانتخابات بانه اذا طعنا للحكومه ولا البرلمان غادي ننتشلوا مليون اسره مغربيه من الفقر، والاحصائيات الاخرى ديال المندوبيه الساميه للتخطيط قالت لنا بان في هاد عام ونص بسبب السياسه الحكوميه اللا شعبيه تم ادخال 3.2 مليون مغربي الى الفقر، وداخل ديك 3.2% من المغاربه الذين دخلوا الى الفقر 55% منهم طاحوا في الفقر بسبب ماذا؟ بسبب الغلاء ديال المعيشه وبسبب انهيار القدره الشرائيه ديالهم. الحزب ديال الاخنوش التزم في الانتخابات بانه طلعنا للحكومه والبرلمان غنخلقوا في الوسط القروي 400000 ديال الطبقه المتوسطه، والاحصائيات الصادمه ديال المندوبيه الساميه للتخطيط اشنو قالت؟ قالت بانه في عام تم تهجير 150000 مغربي من القرى بسبب يعني السياسات العموميه اللا شعبيه، وفي هذا عام ونص 225000 مغربي هاجر القريه وتزاحموا معنا في احزمه المدن وفي ضواحيها العشوائيه. والحزب ديال الاخنوش التزم في الانتخابات بانه طلعنا الحكومه غادي نعطيو 300 درهم لكل طفل في الاسره على اساس 3 اطفال في الاسره. ايوا هاد الفتوى كنقولوا حنا الاباء اللي عندهم شي دري ثالث وما خداش 300 درهم يمشي ياخذ الرابيل ديالو 5400 درهم ديال دعامونس، يمشي للرباط ويوقف حدا المكتب ديال رئيس الحكومه ولا الوزيره ديال الماليه ويقول اعطيني الرابيل ديالي ديال ولدي ديال 5400 درهم. الحزب ديال الاخنوش التزم بانه طعنا الحكومه والبرلمان حنا غادي ندعموا دوك الاشخاص ذوي الاعاقه او الاشخاص في وضعيه اعاقه مدى الحياه على اساس ان عندنا واحد 2,700,000 وفي دعام ونص ما شدوا التريال. وسيدي حنا هاد الناس 2,700,000 ديال في وضعيه اعاقه ما كيطالبوش الاحسان ولا مساعده منك، تيطالبوا هذوك الولوجيات ديالهم اليوم في الطوبيس في المستشفيات في المحاكم في الادارات العموميه الى اخره، في التروطوارات في الشارع الى اخره. والحزب ديال الاخنوش التزم في الانتخابات بانه المقاولات الصغرى والمتوسطه لا يتمكنون من الضفاري بالصفقات اللي كديهم غير الشركات الفرنسيه والتركيه وغيرها. وحنا بلا طعنا الحكومه والبرلمان غادي نمكن المقاوله المغربيه. ايوا سيدي هاد عام ونص المقاولات المغربيه ما دات حتى صفقه، بل بالعكس وهاد الديون اللي كيتسالوكم في الوزارات وفي الجامعات وفي المؤسسات العموميه ما خلصتهمش اليوم، لدرجه مجموعه من ارباب المقاولات الصغرى المتوسطه راهم في الحبس بسبب الديون اللي تراكمت عليهم. ايوا الانسان قد فمو قد دراعو، اذا يجب ان ينفذ في حقكم كحكومه وكبرلمان الرجم. وهناك الشعب المغربي يطالب الدولة المغربية بأن توفر له جوج حوايج، أولا المكان الذي سيتم فيه رجم الحكومة والبرلمان، ثم ثانيا هذوك الجمرات. لكن علي أنا شخصيا نفضل ذاك الحجر ديال كريم العبيد، ولكن قاصح ما يقدروش عليه الناس يضربوا به. إذا كاين حل وهو أنه الفرق الهندسة العسكرية يقدموا لنا واحد الدعم ويجيبوا لنا ذاك المسن، واحد المسن صغير كاين في واد الشبيكة في الصحراء، ولا كاين في واد العبيد، الواد ديال واد العبيد في أزيلال، ولا هنايا في شاطئ زناسة الضواحي ديال الدار البيضاء، يجيبوا لنا ذاك الكاليبراج الصغير ديال المسن لأنه ساهل في الإلقاء باش نرجموا به، ولا بلاصة اللي وحلت فيها الدولة
نقصرح عليهم على بلاص بيتري في الرباط بور دو ريزون. الاولى اكسيسيبل جميع المغاربه اللي غايجيو ينزلوا في التران في الرابافيل راه ساهل يدخلوا لبلاص بيتري. ثم ثانيا هي مقعره جات في حفره باش نحطوا فيها الوزاره والبرلمان تما والناس يبداو يرجموا والطوبوغراف غيقول لنا وصلتوا للبيك راه صافي التساوي الرجمو مع الشارع اللي حدا اللي حدا اللي حدا السي دي جي. وهنا غادي نأديو الرساله الموجهه لجميع السياسيين غدا ولا بعد غدا باش ما غيتقدم الانتخابات وما غيتقدم الحكومه والبرلمان الا اللي عنده لغان سوليد ماشي اللي كيكذب على الناس ويكذب على الشعب.